شادون قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. في أثناء حضور السيد والي مهيدية بخصوص ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني ولاية أمن مدينة الدار البيضاء، كينضموا واحد الدوري ديال كرة القدم المصغرة في هذا الأثناء بهذه القاعة المغطاة. حضور كبار شخصيات العسكرية زائد الشخصيات الأمنية بولاية أمن مدينة الدار البيضاء. شوفوا شنو واقع في الأثناء الإخوان. السيد والي جهة الدار البيضاء ستات حاضر شخصيا لهذا الذكرى. برفقة السيد والي أمن مدينة الدار البيضاء، كذلك عامل عمالة أنفا والعديد من الشخصيات الأمنية. تشجيعات كبيرة للعناصر الأمنية، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كذلك ضد أمن منطقة البرنوصي. يعني كتلعب الفينال في الأثناء داخل القاعة المغطاة. وما ننساوش كذلك الزليج المغربي حاضر بقوة من أجل تزيين هاد القاعة. هادو من جوائز الإخوان اللي غادي يربحوا، الفرقة اللي غادي تربح الفينال غادي تاخذ هاد الكأس زائد الميداليات و دوزيامة تروازيامة و كاتريامة غادي يربحوا باقي الكؤوس. هادو هما الجوائز اللي غادي ياخذوهم رجال الأمن اللي شاركوا في هاد الدوري ديال كرة القدم المصغرة لولاية أمن مدينة الدار البيضاء، تخليدا لذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. السيد والي جهة الدار البيضاء، كذلك السيد والي جهة الدار البيضاء سطات، والسيد عامل عمالة أنفا حاضرين هنايا من أجل هذا التخليد. ما ننساوش كذلك الخريطة المغربية اللي حاضرة بقوة، الخريطة المغربية من طنجة حتى للقويرة حاضرة الإخوان بقوة في هذا المناسبة. الجماهير الإخوان هما رجال الأمن، يعني اللي حاضرين الماتش راه باقي ملعوب. الماتش كاين ما بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ضد أمن منطقة البرنوصي. يعني الماتش حارق جدا، ماتش واعر بزاف. كنبغي نشكروا الحضور الكريم زائد الوقايه المدنيه، السلطات المحليه والشخصيات العسكريه اللي حاضرين في هذه المناسبه. الله يدومها افراح على هذا الوطن الحبيب